مهاب ما خدش حقه. اسمه يا حاجة ايش؟ الشهيد مهاب علي حسن. منين يا حاجة؟ شبرا، اسمي شبرا، ميت عند اسمي شبرا. دخلوا المستشفى الاصلاح الاسلامي ده في دمه، ما كانش حد عايز يشيله من الارض، ما كانش حد عايز يشيله، مش عارف اتكلم، ما راجلوش عشان اقوله اللي موتوك خدوا حقهم زيك زي ما موتوك، عشان اقولهم مش قادره اروح اكلمهم، عشان الناس كلها مش قادره اروح اكلم ابني اقول له. بص حضرتك السم تعبان في الراس، لو الراس دي اتعدمت كل اللي بره والناس اللي طالعه دي علينا بلطجيه دي، عمر ما مصر شفنا البلطجيه دي. راس التعبان اللي هو في حسني مبارك والناس الكبيره، السم في الراس، السم الراس، سم التعبان في الراس، فراس التعبان حسني مبارك واعوانه لو طلعوا بره فندان عام اللي بره كل دول هيخافوا. اضرب الخائل، اضرب السايب، الخائل المربوط يخاف السايب، اضرب المربوط يخاف السايب، حسني مبارك يطلع ويتعدم هو الناس الكبيره دي، دول مش في سجن حضرتك، دول قاعدين في عيشه مرفهه، في ناس شافوهم وفي ناس بتنونهم هنا في البلد، الناس الكبيره بتنونهم. السلام عليكم يا جماعه، كفايه استفزاز يا جدعان، كفايه استفزاز، انتوا مش عايزينها تهدى يا جدعان؟ يعني حامينهم ليه؟ مين اللي حامي حسني؟ في ايه في مصر؟ يا جدعان فهمونا، مين متعرض؟ مين متعرض؟ احنا بص احنا مسامحين اي حد متعرض وقف جنبنا في الثوره، بس سلمنا الكلاب كفاياكم كده، حرام عليكم، مصر هتولع. احنا مش طب لو ابنك، لو ابن اي حد في الدنيا مين هيسكت على حقه؟ انا مش هسكت على حق ابني، ومفيش حد هيسكت على حق ابني. خدوا بالكم يا جدعان، احنا قربنا نفرقع، ولو فرقعنا ربنا يستر على الدنيا كلها، وكل ما قابل خانة هقول كده، ووراكم لغايه ما اخد حق ابني، يا حق ابني يا ربنا يسهل. انا في